هلا وهلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ جمعة مباركة. اللهم صلي على محمد وآل محمد. الفيديو اليوم مالتنا عن العناية بالنباتات الظلية المنزلية وشون جذرناهن وشون راح نزرعهن. خليكم ويانا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بس بالبداية لا تنسونا من اللايك، اهم شي اللايك لانه هو يصعد مستوى الفيديو. مشاهدات تجيني هواية بس لايكات قليلة. يلا خلينا نبدأ وياكم الفيديو. هنا عندي عصا موسى اني مجذرتها، وهسه اريد ازرعها بالتربة لانه صارت الجذور مالتها كلش هواية، فاريد ازرعها. هي طبعا عصا موسى مو بس تتجذر بالمي او تنحط بالمي، اهم تنزرع بالتربة. طبعا صار لها هواية يلا تجذرت، ما تتجذر بسهولة، يعني نراد لها فترة طويلة يلا تتجذر، يعني تقريبا 5 أو 6 أشهر يلا تتجذر. هنا عندي سندانة وبيها بتيموس، بس البتيموس مو هواية، راح أثبت العصا موسى وبعدين راح أخلي بتيموس، راح أثبت وحدة وحدة. هنا عندي 4 عصا موسى، هنا جذرتهن مثل ما قلت لكم بالمي، وبعدين طبعا عصا موسى من احلى النباتات اللي تكون بالبيت، وهي توخر الطاقه السلبيه بالبيت. طبعا هنا دا اشوفكم انه اني استخدم الخاشوقه ازرع بيها، خاشوقه او اي شيء عندكم ما تريدون تستخدموه بالبيت خلوه للزرع. هاي الخاشوقه البلاستيك اني ازرع بيهن. هنا مثل ما تشوفون دا اثبتهن بالبتيموس وبعدين راح اضيف لهن. مثل ما قلت لكم عصا موسى يعني ما تخلي طاقة سلبية بالبيت، وهو كل الزرع ما يخلي أبد طاقة سلبية بالبيت. أنا كلش أحب الزرع، وبكل مكان بالبيت عندي زرع أحب أهتم بيه، وأحب أشتري نباتات هواية. إن شاء الله على الفيديوهات الجاية راح تشوفون إيش قد راح أشتري بعد زرع. هنا بعد أن ثبتتهن 4 جبت بالخاشوقة دا أخلي بتيموس. هنا طبعا أنا بالصينية حاطة بتيموس هواية لانه هذا كان عندي بيه نمل، فخليته على الشمس، راح النمل من عنده كله، واجيت دا ازرع بيه كمية كبيرة، يعني تقريبا 2 أو 3 كيلوات من البتيموس هذا، حاطته كنت بصينية كبيرة على الشمس. بعد ان راح كل النمل من عنده رجعت ازرع بيه. هنا حطيت كمية كبيرة من البتيموس، وبعد ما حطيت بتيموس هنا خليت مي على مود يثبت النبات بيه. وهسه راح اشوفكم باقي الفيديو وين راح اخلي هذا الزرع، وش قد عندي زرع بالبيت وشون اعتني بيهن. وهاي كانت عندنا اول وحده ويانا، كانت مجذره وبدينا نزرعها. هنا عندي السندانه الثانيه هم بيها كميه من البتيموس بس مو هوايه. هنا عندي هذا اللبلاب، اللبلاب ما يراد له هوايه، طبعا اني ما اعتمد على عقل ومين اقصه ابد، من اي مكان استخدم يعني من اي مكان اقصه من اللبلاب ما شاء الله تبارك الله. اخليه بالمي لمده يومين مو اكثر، يومين يعني اكثر شيء 3 أيام يجذر. بس السر بي انه يجذر بسرعة، هواي كتبتولي بالفيديوهات اللي قبلها ليش ما يجذر عندنا اللبلاب بسرعة. طبعا اللبلاب يراد له انه يتخلى بقلاص شفاف او اي شيء شفاف، ويتخلى على شباك المطبخ تجي شمس. اني اجذر باي شيء عندي، بقلاص اي شيء عندي. طبعا هذا القلاص مكسور شوية من الصفحة مالته بعد ما ينشرب بي، فاجذر بي الزرع. هاي ما اشرب بيهم بعد ابد، هذا مخصصات بس للزرع. هنا خليت كمية من البتيموس مثل ما شفتوا بالسندانة، وثبتت اللبلاب بيها، وراح اخلي بعد بتيموس. هنا ما شاء الله تبارك الله اللبلاب يبدأ عندي ورقة صغيرة، وبعدين مثل ما تشوفون تكبر الاوراق عندي. هاي كليتهن اللبلاب اللي عندي، من هاي اللبلاب الكبيرة هسا انا حاطتها بغرفة الخطار، هسا اشوف لكم اياها بالفيديو. ما شاء الله اللبلاب بس اخليه يعني فترة قليلة يصير السندانة مليانة وكبيرة. ومثل ما قلت لكم هم راح يعني اثبتها بالمي، هم لازم تثبت بالمي، وهذا كان شكلها بعد ان زرعتها. انا كلش احب ذني السنادين الصغار، الوانهن حلوة وينحطن على السنك حلوات. احنا عندنا جذرت مطاط، هاي النبات مال المطاط، طبعا عندي هي مو كبيرة كلش، هي هاي المطاط اني جذرت هاي بس الورقة كبيرة، وطلعت عندي ما شاء الله تبارك الله كل هاي الاوراق،
وهاي اللي جذرتها قصيتها من عندها على مود اسوي سندانة ثانية. هنا ما كانت عندي سندانة متوفرة يعني فرفوري، طبعا انا ازرع بكل شيء مثل ما شوفتكم، انا زارعة بالشكردان، هذا الشكردان عندي مفطور فازرع بيه بكل شيء عندي بالبيت، ينفطر او شيء ازرع بيه، يعني ما اتقيد بشيء معين. هنا هذا القلاص الثاني همين انا اجذر بيه، هنا خليت كمية من البتيموس وسويت لها فتحة وراح اثبتها مثل ما تشوفون واخليها مي. طبعا كل النباتات يعني عنايتي بيهن دائما بحيث يكبرن عندي ما شاء الله تبارك الله تكبر بصورة صحيحة. هنا راح اشوفكم وين راح اخلي هاي السندانة، هنا راح اخليها يم السنادين اللي على السنك. انا هنا على السنك مخليه مثل ما انتم كلكم تعرفون انا مخليه هنا زرع، فهاي البلاب كانت من ضمنهن. عندي هاي المطاط راح اخليها على الرف مال السنك. هذا كان منظرهن كلش حلو. وهسه اشوفكم بعد اني وين مخليه زرع، ومخليه هنا هم بالمطبخ هاي الزرع. وعندي هاي البلاب مثل ما شفتوا ذاك اليوم لفيتها على هاي العودة وخليتها. سألتوني هواي بالفيديوهات شلون نزقيها، هسه راح اجاوبكم. هنا بالهول عندي هاي الزامية هم مخليتها ويا البلاب. طبعا الزامية الاعتناء بيها انه تنسقي مرتين مرة، العفو كل اسبوعين مرة، وبالشهر وبالشتاء كل شهر مره. طبعا هاي كان الشكل على صموسها بعد ان زرعتها. هنا هم مخليه بالزاويه مالت الهول البلاب، ومخليه هاي بغرفه الخطار. كل هذا البلاب من هاي النبته او من هاي السندانه اقص بشكل عشوائي واجذر. هاي البلابة سألتوني إذا خلينا هاي العودة شلون راح نسقيها على مود الجذور الهوائية تصير. طبعا طريقتين للسقي مالتها، يا أما تخلون المي بهاي الطريقة، تخلون المي بهاي الطريقة وتخلوه ينزل عليها على مود تنسقي بشكل صحيح، أو تجيبون بخاخ وترشون عليها، ولازم ترشون على هاي العودة بخاخ مال مي وترشون عليها. وكان هذا الفيديو مالتنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفاديتوا منه. شكرا لكم وشكرا للمتابعة، مع السلامة.